الكافرين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين من كتاب السراج المنير في ترتيب حديث صحيح الجامع الصغير، الحديث رقم 133. خلق الله آدم فضرب كتفه، فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم اللبن، ثم ضرب كتفه اليسرى فخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم. قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. صحيح ابن عساكر عن أبي الدرداء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيه إثبات للقدر، أن الله سبحانه وتعالى قدر أهل السعادة للسعادة وقدر أهل الشقاوة عليه السلام للشقاوة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ضرب كتف آدم اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم اللبن، والبياض محمود، البياض محمود. ولذلك يقول الله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، بينما السواد مذموم مبغوض للنفس، كما قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال: ولا أبالي. هذا فيه محض المشيئة، وهذه المشيئة مبنية على حكمة بالغة، ليست يعني مشيئة مجردة عن الحكمة. ولذلك بعض العلماء يقول: المشيئة تابعة للحكمة، لا تكون مشيئة إلا لحكمة بالغة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وبعض العلماء يقول: الحكمة تتبع المشيئة، والصواب الأول. الصواب الأول أن المشيئة تابعة للحكمة، أن الله شاء هذا الشيء لحكمة، لم يشأه ثم بعد ذلك يجعله لحكمة، لا، بل لحكمة شاءه سبحانه وتعالى، حكمة بالغة، فما تغني النذر. نعم. رواه ابن عساكر، كتاب ابن عساكر كتاب جيد، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، وهو تاريخ دمشق المعروف. نعم. خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. حسن الطب عن ابن مسعود. طب أولا عد. أي نعم. وعليكم السلام. عن ابن مسعود. نعم. عين دال أو عد، هذا الكامل لابن عدي. وطب الطبراني في الكبير، معجم الكبير. له معاجم من ثلاثة: الطبراني الكبير والأوسط والصغير. ويبين في هذا الحديث أن يحيى هكذا، نعم، يحيى عليه الصلاة والسلام، وعليكم السلام، خلقه الله سبحانه وتعالى مؤمنا وهو في بطن أمه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم سبحانه وتعالى إيمانه وقدر إيمانه، فهو الحكيم العليم، أحاط بكل شيء علما. ولما خلق فرعون يعلم ربنا عز وجل أنه كافر، بل قبل فرعون لما خلق الله تعالى إبليس يعلم أن إبليس سيكفر ويمتنع عن السجود ويطرد من الرحمة، يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، الغيب عنده شهادة سبحانه وتعالى. هذه كلها تدخل دائما، هذه الأحاديث، تحت مراتب القدر الأربعة: إما العلم أو الكتابة أو المشيئة أو الخلق والإيجاد. الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. حسن القضاعي عن أبي الدرداء. نعم. سيكون في الرزق يطلب الإنسان كما أن الأجل يطلبه، كما أن الأجل يطلبه. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كذلك أيضا الرزق لا يموت إنسان حتى يستكمل ويستوفي رزقه كاملا. إذن الرزق بقدر، وكذلك أيضا الأجل بقدر. نعم. وكل شيء بقضاء وقدر. نعم. سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. صحيح. حاميم كاف عن ابن عمر. نعم. سيكون هناك أقوام، يعني في هذه الأمة، يكذبون بالقدر، بمعنى أنهم
ينكرون أن الله تعالى قدر المقادير، وبعضهم يقول لا قدر الخير، أما الشر لم يقدره سبحانه وتعالى. طيب، وعلى هذا سيصبحون مثل المجوس اللي يسمون الثنوية. الثنوية يقولون هناك للعالم إلهان اثنان، تعالى الله عز وجل عما يقول عيون كبيرة، إله للخير وهو النور عندهم، وإله للشر وهو الظلمة. طيب، نحن نقول لا، الله تعالى خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وبمقادير سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك كما مر معنا في أكثر من درس أن الإنسان يختار طريقه دون جبر. في قدر، نعم في قدر، لكن بجبر لا، غير الجبر غير القدر، الجبر غير القدر، وهما طائفتان متقابلتان، القدرية النفاة والجبرية متقابلتان، وأهل السنة وسط، يقول المشيئة الأولى لله عز وجل، والإنسان له مشيئة ولكنها داخلة في مشيئة الله، تحت مشيئة الله، ما يستطيع أن يخرج عن مشيئة الله وقدر الله. وأما هؤلاء فينكرون، ينكرون القدر، اللي هم المعتزلة. طيب، النفاة. وأما الجبرية فيقولون مجبور، وكلاهما مخالف للنقل والعقل، ومخالف للإجماع، ومخالف للفطرة. نعم. السعيد من سعيد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، صحيح؟ قص عن أبي هريرة. نعم، هذا فيه إثبات السعادة والشقاوة، وأنهما مكتوبتان مقدرتان على الإنسان قبل أن يوجد، ولكن الإنسان السعيد سيعمل بعمل أهل السعادة، وأما الإنسان الشقي سيعمل بعمل أهل الشقاوة. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، سبحانه. الطير تجري بقدر، حسن. كاف عن عائشة. الطير تجري بقدر. نعم. الطير تجري بقدر، فسر عندك الطير هنا؟ لا، ما فسر. الطير تجري بقدر، إن قصد، إن كان المقصود الطير هي الطيور، يعني جنس الطير، تجري بقدر، فهذا واضح أن الحركات والسكنات والأقوال وجميع ما في الكون بقدر. وإن قصد الطير العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره عمله، فكذلك هو أيضا العمل بقدر، العمل بقدر، كل إنسان يعمل، ولكنه قد قدره الله عز وجل له. نعم. الغلام الذي قتله الخضر، والخضر الخضر، أحسنت، طبع كافرا. نعم. ولو عاش لأرهق أبويه طغيان وكفرا، صحيح؟ ميم دالتا عن أبي. نعم، أو عن أبي، معذر. نعم، الغلام الذي قتله الخضر، الخضر فيه أقوال العلماء، منهم من قال إنه رجل صالح، ومنهم من قال إنه رجل صالح يعني ولي من الأولياء، ومنهم من قال إنه رسول، ومنهم من قال إنه نبي، وهذا القول الوسط وهو الصحيح، إنه نبي بدلالة القرآن الكريم، وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. طيب، وقال الله عز وجل آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طيب، فهو نبي. ولماذا لم نقول إنه رسول؟ لأنه لم يرسل إلى قوم كافرين يدعوهم إلى الإسلام في حد نصوص الكتاب والسنة، ولكن أوحى الله عز وجل إلى موسى أن رجلا لنا في مجمع البحرين هو أعلم منك، فذهب إليه يطلب عنده العلم عليهم الصلاة والسلام، فهو نبي، وموسى أفضل منه إجماعا ولا خلاف في هذا. وقد وقفت على كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى متسوس دس، متسوس دس على الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومضاف إضافة على أن الخضر موجود إلى الآن، وهذا محض افتراء وكذب، هذا كذب. نعم موجود، نعم موجود، هذا في بعض الطبعات موجود، ولكنه كذب على الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ الإسلام يتكلم كلام عام يؤصل لهذه المسألة، أنه لا يوجد إنسان يعني يخلد في هذه الدنيا، يؤصل لهذا كثيرا، فأصوله تدل على هذا، مثل القول المنسوب له أن النار تفنى، هذا منسوب الشيخ الإسلام، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول لما بحثت المسألة، مسألة فناء النار وعدم فناء النار، يقول وأرسلت لشيخنا أبو العباس بن تيمية،
أعطاني جوابا ولله الحمد وأثنى على هذا الجواب ثناء عظيما. بعد ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله يقول: ومن مؤلفات شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في أبدية النار وعدم فنائها، فدل على أن هذه الرسالة هي التي أرسلها لتلميذه ابن القيم رحمة الله على الجميع. فيحذر من هذه الطريقة، يحذر من هذه الطريقة أن إدخال مثل هذه المسائل. كذلك أيضا الموصلي الذي اختصر الصواعق المرسلة ينسب لابن القيم في اختصاره أن ابن القيم يقول بفناء النار، ابن القيم في الصواعق المرسلة لم يقل بهذا، هو حكى الأقوال لكن لم يقل بهذا، لم يتبنى هذا القول. فيحذر يا أخوة من هذه يعني الدسائس التي تدخل في كتب أهل العلم. الخضر نبي عليه الصلاة والسلام لكنه مات كما يموت غيره، بل مات من هو خير منه، موسى مات عليه الصلاة والسلام لما جاءه، تعرفون قصة ملك الموت عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام الحديث. نعم شيخ، مسألة الصبي اللي يعني نعم يوم القيامة في كلام الشيخ الإسلام وغيرهم أنه ما يحاسب الله، ما يعذب الله إلا بعد إرسال الرسل. نعم أطفال المشركين وغيرهم اللي ما بلغوا نعم كلهم يوم القيامة يختبرون يعني هذه مسألة الذين يعني يعتذرون يوم القيامة هم أهل الفترة، وكذلك الذي أصابه الخرف والفند، وكذلك أطفال المشركين وغيرهم. هذه مسألة طويلة، والصحيح أنهم يختبرون يوم القيامة، الصحيح أنهم يختبرون يوم القيامة. بالنسبة لهذا الصبي الكلام عنه أن الله عز وجل أوحى إلى الخضر أن هذا الصبي إذا عاش فإنه سيكون كافرا وسيرهق أبويه طغيان وكفرا، يعني يتجاوز الحد في المعاصي والكفر أيضا، يتجاوز ليس كافرا فقط بل يتجاوز الحد. لكن طيب لاحظ معي، فأباح الله عز وجل لنبيه الخضر أن يقتله، لماذا؟ لأنه تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، لو عاش هذا الغلام كيف سيكون، سيكون كافرا ويرهق والديه طغيان وكفرا، فأباح الله تعالى قتله. مسألة يعني هل يعني يحتج أو لا يحتج، الظاهر أنه لا يحتج. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا من ضمن الذين الله أعلم بما كانوا عاملين، يعلمهم الله عز وجل، ولذلك أباح قتله، أباح الله تعالى قتله. نعم على وجه الخصوص يعني هذا يعني حتى لو هو الظاهر، هو ظاهر النص، ولذلك لم يبح الشارع الحكيم لأحد أن يقتل إنسان بمجرد الظن، حتى أطفال المشركين ما يقتلون، حتى لو كان الطفل مشركا في البداية لا يقتل حتى يبلغ الحنث ويدعى إلى الإسلام، الدعوة قبل القتل. لكن ما سألت شيخ قياس الكفار الصغار وغيره اللي يموت على الكفر مثلا، اللي يموت على الكفر. نعم بعضهم يتكلم أنه ما يحاسب لأنه لأن الله ما يحاسبك. فيهم أقوال كثيرة العلماء، فيهم أقوال كثيرة، منهم من قال إنهم من أهل الجنة، ومنهم جاء في نعم جاء في حديث أنهم خدم أهل الجنة، وهذا يقول الشيخ الألباني، لكن واهي جدا الحديث يعني من جميع طرقه، حتى بعضهم يحكم عليه بالوضع. طيب أنهم خدم أهل الجنة يعني أولاد المشركين، وجاء في رواية أن الله أعلم بما كانوا عاملين، وجاء في رواية أنهم يعني يمتحنون يوم القيامة. هذا على جنسهم، هذا الأصل في جنسهم أنهم يمتحنون. نعم ورجل مات في الفترة أيضا ما جاءه نبي، والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم طيب شيخ، بالنسبة لموسى والخضر، يعني موسى رسول والخضر نبي، نعم مع هذا موسى يتعلم من الخضر. نعم يعني هنا يعني هذا درس الإنسان، أقصد المفضول يتعلم من الفاضل والعكس. هذا واضح أن الفاضل يتعلم من المفضول، الفاضل يتعلم من المفضول، كما تعلم موسى عليه الصلاة والسلام من الخضر عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. الشيء الثاني أن موسى عتب الله تعالى عليه لما سأله بنو إسرائيل من أعلم، فقال: أنا أعلم. والواجب أن يقول الله أعلم، أنه لم يرد العلم إلى الله عز وجل. طيب فعتب الله عليه وأوحى إليه أن رجلا في مجمع البحرين من عبادنا هو أعلم منك، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام كي يطلب العلم. طيب فتعلم موسى وهو رسول، نبي الرسول، تعلم من الخضر، لكن في أشياء معينة وليس المقصود. ولذلك يعني الخضر في نفس الحديث ولعله يأتينا إن شاء الله تعالى قال لموسى عليه الصلاة والسلام: أنت على علم آتاك الله إياه لا أعلمه، وأنا على علم آتاني الله إياه لا تعلمه، يعني أنا عندي علم
طيب لأن علم النبوة الذي آتاه، والله تعالى آتى موسى علم نبوة ورسالة، يختلف عن علم الخضر، يختلف عن علم الخضر. ولما رأى عصفورا نقر في البحر، قال ما علمي وعلمك يا موسى في علم الله إلا كما أخذ العصفور من البحر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك أيضا عندنا قول الهدهد مثلا لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني أنا عندي إحاطة بعلم ليس عندك يا سليمان. وسليمان عليه الصلاة والسلام عنده خدم من الشياطين ومن الجن ومن البشر، طيب، ومن الحيوانات والطير، كلها حشرت لسليمان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الهدهد يقول له أحطت بما لم تحط به، يعني اطلعت على علم أنت لم تطلع عليه. ما هو أني وجدت امرأة تملكهم، الآيات في سورة النمل، وبين له ماذا حصل، ثم بعد ذلك أرسل معه الكتاب إلى آخر القصة الموجودة في الآيات. لكن إجمالا شيخ أيهما أعلم يعني بشكل؟ لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام أعلم، إيه، لأنه من أولي العزم من الرسل، هذا بدون يعني بالعلم، يعني بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إبراهيم يأتي موسى. طيب، ولذلك العلم دائما يكون علم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مقرون بالخشية، فأعلم العالمين بالله عز وجل من هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وهذا محل إجماع، العلم والخشية والمنزلة عند الله عز وجل، ولا تكون المنزلة إلا مقرونة بالعلم والخشية. لكن ما جاء في الحديث يا شيخ اذهب إلى رجل في مجمع البحرين هو أعلم منك؟ هو أعلم منك، المقصود في مجال معين، ولذلك هو ليس إطلاقا، لا ليس على الإطلاق، ولذلك هو في شريعته يجوز قتل الطفل الذي يعني آتاه الله عز وجل العلم أنه كافر. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا في شريعته، لم يكن هذا في شريعته عليه الصلاة والسلام، ولذلك يعني موسى في آخر الأمر صبر ولكنه لم يسأل ماذا قال لما رأى أنه أقام الجدار، وهم في الحقيقة لم يضيفوهم ولم يقوموا بحق الضيافة الواجبة، ماذا قال؟ لم يقل لماذا بنيت لهم الجدار، أقمت لهم الجدار وهم لم يقوموا بالواجب الذي لنا عليهم، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني جاء بها على طريقة الجواب، فقال هذا فراق بيني وبينك، هذا سؤال كأنك قلت لماذا لم تأخذ عليه أجرا، ولماذا أقمت لهم الجدار دون مقابل وهم لم يقوموا بحقنا، قال هذا فراق بيني وبينك، هذا في شريعتي. أما في شريعة موسى من حقه أن يأخذ المقابل، لكنه لم يستطع أن يصبر عليه الصلاة والسلام، وإذا اتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر موسى حتى يرى من عجائب الخضر التي عنده في شريعته المقصود. فرغ الله عز وجل إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد. الرابع ما هي؟ مضجعه نعم. وشقي أو سعيد صحيح؟ حاميم؟ نعم. طب عن أبي الدرداء؟ كل هذه واضحة، فرغ الله عز وجل له، المقصود أن الله قدرها له بالنسبة للأجل وبالنسبة للرزق وبالنسبة للأثر وبالنسبة للمضجع حتى النوم وهو أخو الموت، كل هذا مفروغ منه، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، أي مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا كنت تستغرب الآن ما يقع بالنسبة لحال المسلمين وما يقع من المثلات لأعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يقع في يعني النصر للإسلام في كثير من الأحيان، وأحيانا تكون الدائرة على بعض المسلمين وهذه الابتلاءات، لا تستغرب، هذا في القضاء والقدر، ولا يعني أن الإنسان يفرح بما يقع للمسلمين من كوارث أو مصائب، لا، ولكنه يعلم أن هذا بقضاء وقدر، فلذلك لا بد أن يتعامل معه، مع هذا القضاء والقدر عن طريق الشرع. كيف نتعامل معه عن طريق الشرع؟ الإنسان يصبر على أقضية الله وأقدار الله عز وجل، ومع ذلك يحرص على أن يطبق شرع الله تجاه هذه الأقضية والأقدار. فرغ إلى ابن آدم من أربع، فرغ إلى ابن آدم من أربع، نعم. الخلق والخلق والرزق والأجل صحيح؟ طاسين عن المسعود، نعم. هذه يعني الأعداد هذه في الغالب أنها لا تقتضي الحصر، وغالبا في الشريعة أن مفهوم العدد إذا ذكر لا على سبيل الحصر أنه لا يقتضي الحصر،
مثل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هناك أعمال أخرى مثل أجر المرابط يجري عليه إلى يوم القيامة كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم النافع الذي ينتفع علم ينتفع به، وصالح يدعو له، أو صدقة جارية كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيح مسلم. ومع ذلك ذكر أجر المرابط أنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة ويأمن الفتان إلى آخره. فهذه لا مفهوم لها، المقصود أنها لا تقتضي الحصر، قد يزيد عليها، قد يزيد الإنسان عليها. نعم. بس في الأول وأثره ومرجعه. نعم. المقصود بالأثر. الأثر المقصود الأثر الذي السير الذي يسيره، الخطى التي يخطوها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب أثاركم. دياركم يقول العلماء منصوبة على الإغراء، يعني إلزموا دياركم تكتب أثاركم. هم أرادوا أن ينزلوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بني سلمة دياركم، يعني يلزم دياركم تكتب أثاركم. نعم. والمضجع مقصود النوم، أن الإنسان مكتوب له يعني كم ينام من الأيام من اللحظات من الساعات. يعني مثل أهل الكهف مكتوب في علم الله عز وجل كتب لهم أنهم سينامون كم؟ 300 سنة وتسع سنوات، وناموا هذه المدة الطويلة، هذا مكتوب له. غيرهم من الناس ما يصل هذه المدة. عزير على قول بعضهم أنه عزير عليه الصلاة والسلام الذي مات 100 عام، هو نام 100 عام ومات 100 عام، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعضهم قال بل لبثت 100 عام. طيب هذا مكتوب له. كذلك الإنسان الذي ينام ساعات أو لحظات، وبعضهم ينام ولا يقوم ولا يستيقظ. نعم، هذا كله مكتوب عند الله عز وجل. أجر الأجر. هذا لا لا غير الأجل. الأجل المقصود انقضاء العمر الكلي فقط. أما ينام، أما المضجع ينام ويستيقظ، وكم نام دقيقة وكم استيقظ دقيقة. طيب، ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال لعلي وفاطمة ألا تقومان فتصليان، فقال علي رضي الله عنه إن أرواحنا بيد الله عز وجل، لو شاء أن يوقظنا أو قضنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، الجواب صحيح، ولكن هذا لا يحتج به على أن الأرواح بيد الله عز وجل أنك لا تقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاك إلى الشرع الآن، ما دعاك إلى أنك يعني الإيمان بالقضاء والقدر هذا مفروغ منه عند علي وعند النبي صلى الله عليه وسلم وعند فاطمة رضي الله عنهم جميعا. طيب، ولكن الآن دعاك إلى أن تصلي، فدعاك إلى الشرع الواجب الامتثال. نعم. شيخ أجر الرباط. نعم. كيف يوم إلى يوم القيامة وإذا توقف القتال؟ اللي هو الرباط. لا، الأجر الرباط يسير على الإنسان أجره إلى يوم القيامة. إذا توقف لا لا ينقطع لا ينقطع على أجر لا ينقطع لا ينقطع أجر مرابط إلى يوم القيامة. نعم. مرابط اللي تفكر الرباط، يعني حتى لو فكر الرباط ولا إيه؟ هو طبيعي سيفكر الرباط دكتور. هو الآن مرابط. مات مرابطا يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. أجر الرباط يعني؟ أجر الرباط. نعم. مرابط في سبيل المجاهد. هو المرابط المرابط غير المجاهد أيضا. هو الجهاد عام ومنه الرباط، لكن الرباط اللي ما لأنه يرابط يحرس حمى المسلمين. نعم. وذاك كان بعض الصحابة يرابط على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس. نعم. نعم، قصد الأجر يعني الأجر المقصود إنه هو يعني هو الأجر يسير يمشي ما يتوقف، عدد الحسنات ماشي بالنسبة للمرابط، حتى لو رابط فترة قصيرة، ولو رابط ساعة واحدة ثم ما دام إنه مرابط. نعم. ثم مات يعني. ثم مات. نعم. لو فكر الرباط يعني أظن أظن هو يعني لو عاد أمور الدنيا مثلا كان في يعني ما مات على الرباط رابط شهر. لا لا، هذا يختلف. هذا الوضع هو الرباط المقصود به أن الإنسان يرابط فيموت على الرباط. نعم. إيه نعم، مثل الإنسان الذي يموت وهو ساجد يأتي يوم القيامة وهو ساجد، الملبي يأتي يوم القيامة وهو ملبي، وهكذا. إيه نعم، لكن المرابط الذي يموت أثناء الرباط هذا يجري عليه أجره إلى يوم القيامة. فرغ الله من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خمسين يا 50,000 سنة. عندك ألفي هذا تشكيلة. 50,000 لعلها ألف سنة. ألف سنة. 50,000 سنة. 50,000 سنة. صح. 50,000 سنة. طيب لماذا؟ القرآن يعني. القرآن لا شك، لكن لماذا؟ 12 نعم. ولا دخل ايش
بخمسين ممكن عشان الباء لا خمسين واضحة بخمسين لكن بعد قال بخمسين ألفا بخمسين حرف الباء منصوب على أي شيء الآن لماذا لم يقول ألفي صحيح هذا السؤال تمييز ميزها الآن جاءني خمسون إيش ألف رجلا أو رجل لا رجل لماذا تمييز الألف تمييز نعم بس هناك التمييز موضوع بالألف بالتنوين يعني لأنها أضيفت إلى السنة فحذف التنوين من أجل الإضافة حذف التنوين وظل الفتح أي يبقى يبقى الفتح. يبقى لا شك دليل على التنوين ولو قال مثلا بخمسين ألفا صح أما لو قال بخمسين ألف سنة فلا بد أن يحذف التنوين هذا التنوين يبقى حركته يعني تبقى حركته نعم حذف الألف نعم حركة. ولو كان من الجموع المنتهية بالواو والنون أو الياء والنون لحذفت النون نعم. نعم نعم صح صحيح هل تقول كيف تقول إذا جاء خمسون رجلا لماذا لم تحذف النون لما أحذفها ها التمييز بعد أصلا أي لماذا لم تحذف النون أنت الآن متى أحذف أنا قلت لك الآن لو جاءك جمع منتهي بالواو والنون أو بالياء والنون فإنك تحذف النون إذا أضفته إذا أضفته هذا ليس مضاف جاء إيش جاء خمسون رجلا ليس مضاف يعني فاعل وذاك تمييز لو كان رجلا أضفته لكلمة أخرى بعدها طيب هات مثال آخر طيب جاء مثلا طالب العلمي أو جاء مسلم الهندي مسلم الهندي حذفنا النون لماذا حذفنا؟ اسم الإضافة وهناك ليس مضافة؟ لا ليس مضافة طيب مضافة بس لا لحظة لا ليس مضافة طيب ليس مضافة ليس مضافة هذا واحد الثاني خمسون هل تحذف؟ جمع مذكر وهنا جمع مذكر خمسون؟ ها؟ خمسون جمع أو يكون ملحق بجمع المذكر إذا ألحق به فأنك تأخذ نفس الإعراب لكن تقول هل تقول مثلا جاء خمسو الطلاب لماذا ما تحذف فيه خمسو الطلاب خمسو مثلا الطلاب أو عشرون جاء مثلا عشرون من الرجال مثلا لو قلت مثلا أن جاء عشرة الرجال تصح هذه جاء عشرة الرجال أي لو قلت جاء عشرون الرجال هل تصح تحذف النون أو ما تحذفها جاء عشرون الرجال نعم حتى الجملة ما تستقيم لماذا ما هي ما تصح صح ما تحذف النون لماذا لا تحذف أقصد السريقة يعني كسريقة السريقة صح سريقة لكن لماذا لا تحذف هي ماذا لماذا؟ عشرون الرجالي ما تأتي ما تصح لماذا لا تصح أصلية في نعم أصلية في الكلمة لأنها أصلية في الكلمة وليست زيادة الخمسون هي خمسون لكن لو قلت مثلا مسلمون جردها تقول مسلم لكن لو قلت مثلا تسعون هل تستطيع أن تقول تسع ما هي ما تعادل التسعون وذلك يا شيخ أعتقد إذا كانت أصلية ما صح تضيف لها يعني ما تضيف لها صح؟ ما صح تضيف لا لكن أصلي. لو افترضنا هذا يعني جدل لو كانت غير أصلية صح تضيف لا الآن هي الآن أصلية لا شك لكن أقصد أنا أن ألفاظ العقود ما تحذف أصلا ولعل السبب يعني. طيب السبب والله أعلم لأن ما بعدها يكون تمييزا ولا يكون مضاف إليه ما يكون مضاف إليه ما يكون مضاف إليه أصلية أصلا فصارت أصلية نعم تفضل في هذه الأمة خسف ومسخ وخذف في أهل القدر صحيح تاه عن ابن عمر الله أكبر تاء وهاء عن ابن عمر نعم. سيكون خسف ومسخ وإيش وقذف أيضا لمن في أهل القدر من هم أهل القدر الآن القدرية من هم الذين منكر القدر الذين ينكرون القدر نعم طيب كيف ينكرون القدر ويسمون قدرية نسبة إنكار القدر لكن أن هم يقال لهم قدرية ومع ذلك هم ينكرون القدر أول من قلب الفتنة لأنهم يقولون القدر مستقل عن الله فهم الآن عند أنفسهم أنهم عظموا القدر
ولذلك الآن علماء الكلام لماذا يسمون بعلماء الكلام؟ لأنهم أكثر ما خالفوا في مسألة صفة الكلام لله تبارك وتعالى وهي القرآن وكلامه سبحانه وتعالى عموما. نعم، فسموا بعلماء الكلام نسبوا إلى هذه المسألة. فكذلك القدرية نسبوا القدر لأنهم يعظمون القدر طيب ويجعلونه مستقلا عن ربنا عز وجل، أن الله ما قدر شيء سبحانه وتعالى. نعم، يعظمونه حتى ينكروه. يجعله مستقل، يجعله مستقل عن الله تبارك وتعالى. يقولون العبد هو اللي يخلق أفعالهم. هو هكذا. نعم، هم الآن يقولون أنهم خلقوا أفعالهم. القدرية. نعم. المعتزلة. على رأسهم المعتزلة. نعم. وعلى رأس المعتزلة واصل بن عطاء وابن أخيه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا من كبارهم ومن ضلالهم. استغرب بعض ال نعم. الشاعر يا شيخ ينكرون بعض. على شاعرة. يوافقونهم، هم من يعتبرون معطل الشعر لكنهم أخف درجة. بالنسبة لعمرو بن عبيد تستغرب بعض الناس الآن يمجدون أمثال هؤلاء، وكان فصيحا وكان بليغا، وما تنفع الفصاحة والبلاغة والذكاء وهو لم يؤت زكاء. ماذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله عن علماء الكلام؟ قال أوتوا ذكاء ولكنهم لم يؤتوا زكاء. أوتوا ذكاء، عندهم ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء، ويمجدونه ويعظمونه. بعضهم يقول ابن سينا في الطب، أحد الأخوة كنا عند شيخ المثيمين رحمه الله وقال شيخ تاب ابن سينا، أنت تتكلم عن ابن سينا؟ قال شيخ وين تاب؟ أين كلامه في التوبة؟ فقال موجود. قال أحضره، فأحضره من الغد وقال شيخ اقرأ، واسم الأخ عبد الرحمن، عبد الرحمن اقرأ. فبدأ يقرأ ويقول ينبغي الإنسان أن يبتسم في وجوه الناس وأن يحسن أخلاقه وأن يطعم المسكين وأن إلى آخره. والشيخ يستمع. قال انتهى. قال ما الذي انتهى؟ قال هذه التوبة. قال هذه توبة؟ هو الآن إنسان يتكلم الآن ينكر الوحي، هو ينكر الوحي ويقول فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الزكية فصاغته إلى آخره، وتقول الآن تاب، يعني يقول أحسن للمساكين وابتسم في وجوه المساكين إلى آخره. هذا ليس بصواب، هذا ليس بتوبة. طبعا الشيخ رحمه الله لم يتطرق إلى كفري. وشيخ الإسلام بحثت كلامه عندما كنت أقرأ في الفتاوى لم يصرح تصريحا يعزوه لنفسه، بل قال ابن الحصيري كانوا ينقلون عن علماء خراسان بأن ابن سينا كان كافرا ذكيا، هكذا يقولون عن علماء خراسان. طيب، لكن ما كان شيخ الإسلام يعني يطلق عليه بعينه. هذا قرار منه شيخ، هو يقر يعني كلامهم لكنه لم يطلقه عليه، لكن كلامه يقول لا يشك فيه، كلامه كلام غيره من الفلاسفة، لكن على عينه هو شيخ الإسلام يتورع في هذه المسألة. شيخ زنديق هو باطني، هو من الشيعة، هو باطني في الأصل بالنسبة لابن سينا باطني. زنديق مات. الزنديق المقصود في لغة الفرس منافق، لكن تختلف عن إطلاق الكفر عليه. يقولون بهذا الزنادق والزنادقة ويتفاوتون أيضا الزنادقة. القيم يقولوا هذا الزنديق مثل ابن سينا وابو العلاء. أي المعري وغيرهم وبشار بن برد وغيرهم، نسأل الله العافية والسلام. قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة، صحيح؟ حاميم تاء عن أبي هريرة. الأراضين جمع إيش؟ جمع عرض. ونوعها هذا الجمع مكسر. نعم، تكسير. لا، الأراضون الأراضون ملحقة بجمع مذكر سالم. نعم، ملحقة. طيب، جاءت في القرآن الكريم مفردة دائما إلا في موضع واحد جاءت مجموعة، ولكن مجموعة معنى لا لفظا. ما جاء لفظ أراضون ولا أراضين في القرآن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وليست المثلية بالكيفية، ولكن المثلية بإيش؟ بالعددية. بالعددية إن السماوات أكبر من الأرض. طيب، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وأما في السنة فكثير هذا، مثل حديث سعيد بن زيد في الصحيحين من ظلم قيد شبل. تنبهوا يا أخوان، كثير من أخوة يقول قيد شبل، يقول إذا طلعت الشمس قيد شبل، يقول قيد شبل، خطأ. قيد، فرق بين القيد الذي يقيد به الإنسان فيقوم بين القيد وهو القدر. هو القدر، من ظلم قيد شبر طوقه
يوم القيامة سبع أراضين في عنقه كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب قيد شبر يعني مقدار شبر، وهو ما بين الكف إذا كانت مبسوطة، ما بين الإبهام وما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر. نعم شيخ، مسألة الحديث قذف وخسف، إيه؟ هل القدرية فيهم موجودين احنا بزماننا مثلا كثير كمجتمعات الآن؟ القدرية موجودون يعني موجودين بكثرة، وغيرهم أيضا من أهل البدع موجودين بكثرة، الخوارج الآن الأباضية في عمان. ولكن دائما خذوها قاعدة، يقول الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي بدعة في الدنيا لا يثبتون على بدعتهم، بل هي تكون مثل شجرة في مهب الريح. فتجد مثلا الآن الرافضة في بدايتهم كاعتقاد الخوارج، الآن يخالفونهم. الآن الخوارج في عمان الأصل عقيدتهم عقيدة الأباضية خوارج، ومع ذلك الآن يوافقون الرافضة على كثير من معتقداتهم، بل يقفون معهم عقيدة وعملا. طيب في أماكن كثيرة، فالبدع دائما يتصافون فيما بينهم. عندك مثلا الصوفية مرت بمراحل ومرت بتطورات حتى وصلت إلى شر شيء فيها الحلول والاتحاد، ومع ذلك يتحدون مع من؟ مع الخوارج، مع الأباضية عموما، يتحدون مع الرافضة، مع الإسماعيلية، مع الباطنية، كلهم يتفقون ضد أهل السنة والجماعة. وأما الخوارج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن ينقطعوا إلى يوم القيامة. نعم شيخ، قال الأباضية أن إمامهم كان على السنة ثم جماعتهم انحرفت. لا، كان عندهم انحراف ولذلك انحرفوا. شيخ، النسخ يتغير أشكالهم ولا يعني علامات وجيههم ولا؟ الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة، القذف واضح أن الله يقذفهم سبحانه وتعالى بمثلات بعقوبات، قد تكون حجارة قد تكون غيرها. وبالنسبة للخسف أن الله تعالى يخسف بهم مثل الزلازل ومثل خسف الأرض. وبالنسبة للمسخ، الصحيح أن المسخ على ظاهره، بعض العلماء قال مسخ قلوب وليس مسخ الظاهر، والصحيح أنه قد يكون مسخ ظاهر أيضا، يعني تغير بالكلية أو لهم علامات مثل أحيان الغاف وجيهم سبحان الله. هذا نوع من المسخ، ولكنه قد يكون مسخا نسبيا ليس مسخا كليا. نعم، وحدثني بعض العلماء يقول عندنا في باكستان الرافضة إذا عرض عليه لا إله إلا الله عند الموت، يقول يعني وجهه يتحول مع شدة المرض أيام إلى أشبه ما يكون بوجه القرد أو الخنزير. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم. القرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودهم نعم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، هذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم كفر، يدل على أن القدرية كفر. وهو صحيح أنهم إذا أنكروا القدر أنكروا القدر، وقد جاء القدر في القرآن الكريم وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم كفر. وإذا قال إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، هكذا فلا تشهدوهم. نعم، في رواية فلا تتبعوهم، أي قال لا تحضروا جنائزهم ولا تصلوا. صحيح، المرض واضح الزيارة والعيادة، وأما إذا ماتوا فلا تشهدوهم يعني تشهدوا الجنائز ولا تصلوا عليها، لأن الصلاة شفاعة وهؤلاء لا يستحقون الشفاعة ولا يطلب لهم الشفاعة. وبعض السلف سمع أن فلان المعتزلي الذي كان يجادل ويناضل وينكر رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، فقالوا مات فلان، قال حسنا، فذهب للصلاة عليه، قال صليت على فلان، قال نعم، قلت في دعائي اللهم إنه كان ينكر رؤيتك، اللهم فاحرمه رؤيتك، اللهم إنه كان ينكر رؤية فاحرمه الرؤية. إيه نعم، أين هم اليوم يا شيخ؟ نعم، أين هم اليوم؟ من هم؟ قدرية، أين نجدهم يعني؟ هم الآن القدرية يعني يتوزعون في بلاد شتى كثيرة. طيب، ولكن ليس لهم ظهور كظهور يعني جماعة، وإلا هم لو يعني ناقشت كثيرا منهم، أنا كنت ناقش رجل أظنه يعني إنسانا عاقلا يبحث عن الحق، فتبين لي أنه أباضي خارجي، حتى لما أتيته بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بأن الكبائر قد يغفر للإنسان الكبير، قال هذا ليس فيها دلالة، وبدأ ينكر
نعم. وإذا به يريد أن يتوصل إلى أن أهل الكبائر لا يغفر لهم أنهم يخلدون في النار. نعم. هؤلاء موجود وهو من عمان. بالنسبة للقدرية يعني لا أعرف لهم مكانا محددا، ولكن هم الآن يعني يكتبون في أماكن كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي يكتبون كثيرا بالنسبة لإنكار القدر، ويتكلمون في هذا الباب أنه لا، بل يتوصلون إلى أشد من هذا، وأنهم يعني يلحدون إلحادا. وهؤلاء الملاحدة وجدوا لهم يعني رئيس الجماعة وداعم لهم، وجدوا حتى في بعض المحافظات هنا في السعودية يعني متبني الإلحاد، ويتبعه رابطة كثيرة من الشباب ومن الفتيات. نعم يلحدون، يكفرون بالله عز وجل كفرا صريحا بواحا. نعم يعني هم يتدرجون بالنسبة للقدر، بالبداية يقول ما في شيء اسمه قدر، فإذا أنكروا القدر أنكروا رب القدر الذي قدر المقادير سبحانه وتعالى. نعم يعني هم كثير موجودين. نعم المقصود بكثرة أم عدد يعني قيل لا يؤبه لها؟ لا موجودين، لهم خطر، لهم خطورة، لكنهم لا يستطيعون الإنجاب، هو العدد كثير من أهل السنة والجماعة. نعم ولكن لهم خطر، لابد الإنسان يتسلح بالعلم حتى يكون يعني على بينة معهم. هو تحت مسمى أهل القبلة؟ من هم؟ القدرية. لا الجنائز لا تشهد جنائزهم في صورة الإسلام. لا أهل القدر الذين ينكرون القدر، ينكرون القدر، هؤلاء ليسوا من أهل القبلة. نعم مثل الجهمية ليسوا من أهل القبلة. أو إذا قال يقولون لا إله إلا الله، حتى لو قالوا لا إله إلا الله. نعم حتى لو قالوا أتوا بما ينقضها الآن. نعم نعم. كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، صحيح؟ ميم عن ابن عمر. هذا من نعم هذا من الأدلة على أن العرش مخلوق قبل إيش؟ قبل القلم، قبل الكتابة بالقلم. ولو قال إنسان نعم قبل الكتابة لكن القلم مكتوب من قبل، نقول لا، لأن القلم بمجرد أن خلق على طول أكتب، إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب. نعم لحظة هذا ما قرأت 107 إن مجلس هذه الأمة قرأ المكذبة. نعم ما قرأ موش عندي موجود هذا 147 القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لا بعدها قرأت. ما هو الحديث؟ الحديث بعده. الذي بعده هنا. إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. هذا غير موجود هنا. لا اللي فوق. غير موجود هنا. نسخة. النسخة أخرى غير موجود. كل مريء مهيئ لما خلق له. كل امرئ مهيئ لما خلق له. نعم هذا كما في قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى. مهيئ لما خلق له ميسر. طيب ميسر لا شك، مهيئ يعني ميسر. أنت الآن نفس الكتاب هو ولا غير الكتاب؟ الكتاب سراج المنير 147 وشي إن مجوس 147 القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن مرضوا فلا شهدوهم. هنا يا شيخ 147 إن مجوس هذه الأمة مكذبون بأقدار الله. طيب الكتاب سراج المنير نفسه؟ إيه سراج المنير نعم. عموما نعم عموما الحديث له روايتان. الشيخ حماد قال يقول الشيخ إن هو في حايل ويمر المكتبة يعني حد الله يكتب أجرك جزاك خير. عموما الحديث له روايتان كلاهما صحيح. نعم نعم يرحمك الله. نعم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم الكيس يطلق على أكثر من شيء، كل شيء بقدر حتى العجز إذا كان إنسان عاجز. لاحظ الآن هذا في الصحيح ليس كذلك؟ الحديث في الصحيح حاميم ميم عن ابن عمر. الحمد لله. العجز الآن بقدر، والكيس الآن يقابل العجز الكيس يعني العمل والنشاط على العمل، ويطلق أيضا على الذكاء. طيب ويطلق أيضا نعم يطلق على الذكاء. أذكر كنا قرأنا على شيخنا رحمه الله في النونية عند نعم كلام ابن القيم على الوضوء، والراجح الأقوى انتهاء وضوءنا للمرفقين كذلك الفعلان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن،
ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الطبراني طيب اللي هو استغفر الله كذا روى الشيباني ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني يعني الإمام أحمد الحنبل الذي قال من استطاع منكم شك نعيم الراوي هل أبو هريرة رفعه النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله قال وأبو هريرة يقول المقيم وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولي العرفاني يعني من استنباطه واجتهاده القارئ قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه قال الشيخ كيف من كيسه عفوا قال وأبو هريرة قال ذا من كيسه هكذا قيل للشيخ الشيخ قال صحيح القارئ يقول من كيسه قال ولما قال من ذكائه واجتهاده قال لا ما في مجال للاجتهاد وأبو هريرة قال ذا من كيسه يعني المقصود أنه موقوف عليه من تلقاء نفسه قاله من كيسه من الكيس وليس من الكيس هذه ينقلها يعني عن الشيخ رحمه الله مدون عندي في النونية أن الشيخ يقول وأبو هريرة قال ذا من كيسه وليس من كيسه يقول المسألة ليست مسألة ذكاء وفطنة بل أبو هريرة اجتهد بحيث أنه قالها من تلقاء نفسه وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا العجز والكيس كل ذلك بقضاء وقدر من الله تبارك وتعالى ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العجز والكسل لاحظ إذن لا يوجد في الشريعة في شريعتنا أن الإنسان يترك العمل بحجة القدر ما يوجد أبدا في شريعتنا أن الإنسان يترك العمل بحجة القدر أو بذريعة يعني تجبها وهي القدر يقول أنا مقدر علي كذا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعمل ولم يأمر باعتماد على القدر ولو كان القدر حجة لأحد لما احتج به إبليس قال فبما أغويتني يعني أنت قدرت علي الغواية هل هذا حجة له؟ لا ولكنه لم يجبرك على هذا أنت اخترت هذا نعم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه نعم. صحيح عين طابا عن الأسود بن سريع نعم يولد على الفطرة المولود الفطرة يعني على الدين دين الله عز وجل وهي التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى توحيد الله تبارك وتعالى حتى يعرب عنه الإنسان يعني حتى يفصح الإعراب يعني الإفصاح يفصح يتكلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ما قال أو يمسلمانه لماذا؟ الفطرة. هذا الفطرة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه طيب نعم كل مولود يولد على الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه نعم قيل فمن هلك قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين هذا أقول الله أعلم بما كانوا عاملين طيب وهذا يدخل فيه من الغلام الذي قتله الخضر عليه الصلاة والسلام صح ولا لا نعم. يبقى أناس لا نعلم حكمهم في الدنيا حكمهم إلى الله يوم القيامة الله أعلم بما كانوا عاملين ويمتحنون يوم القيامة نعم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء صحيح قاف الدال عن أبي هريرة يعني هذا واضح متفق عليه عن أبي هريرة هذه البهيمة تنتج بهيمة جمعاء يعني كاملة مستوية هل تحسون فيها من جدعاء يعني هل تحسون فيها من يعني نقص في خلقتها لا ما تحسون فيها كذلك الفطرة تكون مستوية كاملة بالنسبة للإنسان أول ما يولد نعم كل ميسر لما خلق له صحيح نعم هذا مرة معنا كل ميسر كما لا يجتني من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار نعم. فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وربتم على أهله الله أكبر من رواه حسن حل عن يزيد بن مرتد مرسلة نعم مرسلة نعم نعم هذا كما في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أيضا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يمكن نعم كما لا يشتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار وهما طريقا فأيهما أخذتم أدركتم إليه الله أكبر نعم هذه الصحيحة من عساكر
ابن عساكر عن أبي ذر. نعم، في معنى الحديث السابق المرسل فيشهد له، يشهد الحديث المرسل يقويه. نعم يشهد له ويقويه. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. نعم، هذا فيه أن هذا مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نبي، وفي لفظ كتبت نبيا. طيب، وهو مكتوب له صلى الله عليه وسلم نعم أنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يخلقه الله تعالى. نعم، وهذا كان هو معاد عليه. لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقول لا قدر، إمرضوا فلا تعودوهم وإمالوا فلا تشهدوهم. نعم، مكرر. نعم، أضع عنده حرف ميم. تفضل. نعم شيخ، دعوة الإسلام لا تصل لبعض الناس. لا تصل لبعض الناس. الحد في بلوغ الدعوة لهم الإسلام وحج عليهم. نعم، إيش الحد هنا؟ يعني أنه مجرد اسم الإسلام؟ لا، بلوغ الدعوة لابد من أن تبلغه الدعوة، أن تبلغه الدعوة بلوغا، ولا يكفي السماع للإسلام. نعم، وأما بالنسبة للإنسان الذي يستطيع أن يبحث وفرط، هذا الذي يؤاخذ. أما إنسان ما يعلم أن هناك دين ونشأ في مكان ليس فيه دين ونشأ لدينيا ومات على ذلك، هذا قد يحتج، لأنه لم تبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، يقول أحد الدعاء شيخ، إذا سألت ما هو الإسلام يعتقدون ماركة أو شيء، ما يعرف حتى من الاسم ما هو. ممكن. نعم، هذا يكون منهم. نعم، هؤلاء لابد أن تبلغهم الدعوة. لابد أن تبلغهم الدعوة، ما يكفي أنه يقول مثلا سمع أن هناك دين أو ما شبه ذلك. إلا إذا كان قادرا على الفهم والسماع والخطاب والجواب ولكنه فرط، هذا الذي يؤاخذ. نعم، لو ألم آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. نعم، هذا مر معنا قبل قليل أن الأجل يبحث عن الإنسان أكثر ما يبحث عنه أجله. نعم، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. نعم، رواه صحيح حاميم عن زيد بن ثابت. نعم، بعد حاميم ده. نعم، معنى هذا الحديث عظيم، وهو أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. الله تعالى عدل، فلا يعذب سبحانه وتعالى، لا يعذب إلا بسبب. هذا أمر. الأمر الثاني، التفسير الثاني، قال بعض العلماء لأن السماوات والأرض ومن فيهن ملك له سبحانه وتعالى، والإنسان يتصرف في ملكه، لا يعد هذا من الظلم، لأنه ملك. طيب، إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبده. والذي بعده أيضا، ولو أنفقت مثل أحد الذهب. لا، قبلها، ولو رحمهم لكانت رحمة. نعم، ولو رحم. نعم، لا شك أن رحمة الله عز وجل خير من العمل، خير من عمل الإنسان. وإذا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا الإنسان لم يدخل برحمة الله وفضل الله الجنة، فإن عمله يدخله الجنة، لن يدخله عمله الجنة. لو قال كيف نجمع بين قوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة عمله؟ قال بعض العلماء الباء ادخل الجنة بما كنتم تعملون، هذه سببية، بسبب العمل تدخلون الجنة. وأما لن يدخل أحد منكم، أو لن يدخل أحد منكم الجنة عمله أو في بعمله، فهذه العوض، باء المعاوضة، ودخولك الجنة بالعمل لا يمكن أن يكون معاوضة، لأن العمل لا يمكن أن يصل إلى درجة إدخالك الجنة، لكنه سبب. وفرق بين السببية والعوضية أو المعاوضة. طيب، وقال بعض العلماء الدخول برحمة الله عز وجل والتفاضل بالعمل، ونقول أيضا حتى لو كان التفاضل بالعمل فإنه داخل تحت أيضا تحت الرحمة، ولولا رحمة الله عز وجل لما رفعهم درجات سبحانه وتعالى. نعم، لو قضى كان
لو قضى كان. لو قضي. قضى قضى. لو قضى كان، يعني لو أن الله قضى أمرا كان. لو قضي. بس هنا قضى. لو قضي. قاف مفتوحة. نفس الشيء فتح. قضى مشروع عندك؟ الثاني أي لو قضى الله بكون شيء في الأزل لكان لا محالة. إذ لا راد لقضاء ولا معقب. صحيح. صحيح. لو قضى الله عز وجل أمرا وأراده سبحانه وتعالى أو قدره فإنه كائن لا محالة. نعم. وهذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى بعض الناس مثلا يعترض على شيء، مثلا لماذا لم يحصل كذا، لماذا لم يحصل كذا، فقال لو قضى الله ولو قدر الله شيئا كان. نعم. ما قدر الله لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة. صحيح. حاميم هب عن جابر. نعم. كل نفس قدر الله عز وجل وجودها فإنها لابد أن تكون، وإذا لم يقدر له وجودها فإنها لن تكون. نعم. ما قدر في الرحم سيكون، ممكن نقول ما قدر أو ما قدر. أيوة هكذا. ما قدر. ما قدر في الرحم سيكون، ممكن نقرأها ما قدر في الرحم سيكون. نعم. ما قدر وما قدر كذلك أيضا. نعم. ما قدر في الرحم سيكون. نعم. الحديث صحيح حاميم طبعنا أبي سعيد. نعم. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قيل أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء ييسر لعمل أهل الشقاوة. صحيح. حاميم قاف أربعة عن علي. عن علي. أحسن. بارك الله فيك. بركة إن شاء الله. إلى هنا إلى هنا بركة. نأخذ التعليم المتعلم. لا أي ضع إشارة. أحسنت. بلغ شيخ نصر بالقدر. هذا حديث مرة الحديث الكلام عنه، وذلك لما أوثر نعيد الشرح. نعم. مهما قرأ سمع الواحد سمع حديث ولا هل يبقى بالنفس في بعض الأمور يبقى منها شيء. نعم. بعضهم يقول أنا إيمان مجمل يعني بالقدر إيمان مستوي. نعم. والحديث ولا كذا، لكن يقول أنا بالتفصيل ما نقش ولا ببحث أصلا. نعم. خاف على نفسه. هو القدر أن يؤمن الإنسان بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن بمراتب القضاء لو قدر الأربعة: العلم، علم الله عز وجل، وكتابته، ومشيئته، وخلقه وإيجاده. الخلق والإيجاد هذه واحدة الرابعة. فإذا آمن بهذا على سبيل الإجمال فالحمد لله. لكن الخوض بالقضاء والقدر مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. يعني ما يلزم يكون رجال فاهم بالتفاصيل. لا لا يدخل يعني فيها. ما عندي أجوبة. يجيك شخص معرض يقول ما عندي أجوبة، لكن أنا مؤمن بالقدر. الحمد لله. هذا أحسن الله عليك. جزاك الله خير. كل واحد يكتب اسمه.